أهلا مشاهدي كرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن برنامج ضيف أنفاس. ضيف أنفاس اليوم غادي يكون معنا سي منير بن عزوز. سي منير بن عزوز أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا بك الأخ منير. سي بن عزوز، أنت الكاتب العام الوطني للنقابة مهنية النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أولا نحن في هذا اليوم الأول من سبتمبر، سبتمبر معروف عليه هو الدخول الاجتماعي. أشنو محضرين لهذا الدخول الاجتماعي وحنا في يوم الأول سي منير؟ ايوا الدخول الاجتماعي احنا ما تحبش عندنا، احنا في هاد الايام ديال العطله اللي كانوا تقريبا جميع المغاربه واخدين العطله الصيفيه ديالهم، احنا كنا مشتغلين ويعني المقاولات النقليه لا تتوقف. بالنسبه يعني الدخول الاجتماعي احنا مهيئين ليه، لان كاينين تراكمات ديال يعني المرحله اللي فاتت، وكاينين مشاكل اللي مازال المقاولات النقليه والناقلين يتخبطون فيها دون يعني دون اي نتيجه ودون اي حوار اللي هو جاد ومسؤول. فبحال هذه المشاكل سيمون كلها غادي نرجعوا لها بالتفاصيل دي من هذا الحوار ديالنا، فنبغوا نناقشوا معك نقطه بنقطه. اول نقطه هي هذا ارتفاع اسعار المحروقات اللي يعني يكتوي بنا ماشي فقط الناقلين ولكن عموم المغاربه ككل، يعني وانتم حنا بصدد هذه ربما الدفعه الرابعه او الخامسه من الدعم اللي تلقيته من الحكومه. اول سؤال يعني واش ممكن نقول بان هذا الدعم سد واحد الثغره او واحد الخصاص اللي كان عندكم فيما يخص يعني هاد الاسعار ديال المحروقات؟ واو دابا ما بقيناش حنا كلمه ارتفاع اسعار المحروقات ولات عندنا يعني عاديه، واخا ما خصناش نبقاو نقولوا هاد الكلمه ديال ارتفاع اسعار المحروقات، بل هو تلاعب في اثمنه المحروقات داخل المملكه المغربيه، ونقولها بواحد الروح ديال الجديه وديال ديال المعقول، لان لا الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا يعني كانت سبب في هذا الشيء، لا مشكل ديال البرميل طلع ولا البرميل نزل كان يعني سبب من المسببات. احنا اللي حد الان كمغاربه مازال ما عرفناش اشنا هو السبب الحقيقي في هالتلاعبات في قطاع المحروقات. احنا يعني حقيقه غنقولها انا ونتحمل يعني حتى التداعيات ديال داكشي اللي غادي نقول، ان السيد رئيس الحكومه ولا هذه الحكومه الحاليه خلقت لنا حنا كناقلين مشكل مع المجتمع المدني المغربي، لان خرجت بعض المنابر وبعض الاشخاص كيقولوا بان الناقلين ولاو كيستافدوا من جيوب المغاربه، يعني ولينا حنا هذا الدعم اللي خصاته الحكومه اللي هو دعم هزيل ولا يغطي حتى سفريه من السفريات اللي كيديروا الشاحنات الكبرى في الطرقات المغربيه، خلقوا لنا مشكل مع الزبناء ديالنا، لان ما بقيتيش تقدر تمشي عند الزبون ديالك وتقول له ودي زيدني في الثمن ديال السفريه، ولا الناس كيقول لك انتم كتاخذوا الدعم، يعني يا اما حنا كان يعني كان نغتنموا هذه الفرصه ديال هذا الارتفاع المهول ديال المحروقات باش ناخذوا هذاك الدعم الهزيل، يا اما حنا كنديو من جيوب ديال المغاربه. حنا على السيد رئيس الحكومه والحكومه الحاليه انها تقول للمغاربه ملي كيجي هذا الدعم ملي كناخذوه حنا كمقاولات نقليه، واخا ما كيسدش الحاجيات ديال هذه المقاولات. حنا حقيقه ملي سمعنا هذا الشيء ولا هذا المشكل ديال الدعم كيشكلنا واحد ازمه نفسيه بين الناقلين، لان ملي كيخرجوا المنابر الصحفيه وبعض الناس كيقول لك اودي المقاولات النقليه مجتمعه في جمعيات وفي نقابات دافعات على راسها بطريقه او باخرى وخدات هذا الدعم، يعني هذا الدعم كاين بعض الناس اللي سموه انه صمت ديال المهنيين. هذا هو الحكم اللي كاين كيقولوا باسم النقابات اللي ما ترافعتش على زياده الاسعار. وحنا شوف حنا كمهنيين ترافعنا، لان كان اضراب على الاضراب على الجهد الدعم،
حنا بالنسبه لنا دافعنا على المكتسبات ديالنا، ناخذين هذاك الدعم، ولو هذاك الدعم عطاوه لنا بواحد الطريقه انفراديه وعطاوه لنا بواحد الطريقه اللي حتى واحد ما ناقش فيها، غير جاوا تعطاها وما وصلوا دابا يعني للدفعه الخامسه، والسيد رئيس الحكومه قال لك تكون واحد الدفعه اخرى سادسه، دونك غادي يبقاو غاديين في هذا الدعم. حنا راه حنا دافعنا، بقى على المجتمع المدني وبقى على المغاربه انهم حتى يخرجوا لنا، ولكن مئات الوقت على انه هذا الدعم هذا نراجعوه. انتم قلتوا بانه اصلا لا يكفي سفري من السفريات ومحسوب عليكم جوستومون، يعني واش ما كانش حنا وحنا في خضم واحد واحد الشهر اللي هو غيكون ديال الحوار الاجتماعي ان هذه النقطه ديال الدعم تكون ضمن جدول اعمال ديال النقاش ديال الحوار المجتمعي؟ وشوف حنا بالنسبه لنا حنايا كهيئات يعني النقابات والجمعيات والفيدراليات اللي يعني ناضلوا باش يوصلوا لهذا الدعم هذا، درنا مجهود مجهود ما يعني حتى بعض المهنيين كيقول لك اودي ايه هذا الدعم راه ما كيكفيش، ولكن بالنسبه لنا حنا كنأديو واحد الخدمه ما يسالش، يعني ناخذوا ولكن او ميم طون تزيدوا تناضلوا لينا على حوايج اخرى. حنا على سبيل المثال مؤخرا قالوا هذيك 40% اللي زدناكم ديك الخطره غنحيدوها لكم، يعني زيد درهم نقص 4 دريال، زيد 4 دريال نقص، يعني ما فهمناش حنا ماذا بينا انهم يقولوا لنا الدعم بصح، حتى حنا كمغاربه ما عرفناش منين كيجي، واش كيجي من الصناديق السوداء، واش كيجي من التيفيا، واش كيجي من عند هاد لوبيات المحروقات، يعني حتى حنا بغينا نعرفوا هاد المال العام اللي كنتوصلوا به حنا كشركات نقليه منين كيجي، لان هذا غادي يخلق دابا واحد الاحتقان اجتماعي فعلا، لان منين نوض مثلا واحد ويقول لك اودي نتوما كتستغلوا الظرفيه، دونك حتى حنا راه ولينا متواطئين يمكن مع هذه الحكومه ولا مع اللوبيات الفساد ديال اللي في قطاع المحروقات، حنا بغينا نبريو الذمه ديالنا ونقولوا بان هذا الدعم حنا راه ما لينا فيه والو، حنا غير كيوصلنا كاعانه ديال الدوله باش ما يكونش هذاك. ولكن ايضا واحد السؤال كيطرح السي منير هو انه انتم في البيانات ديالتكم كتكلموا على جوج النقاط، اولا عدم استفاده المركبات القانونيه اللي كتشتغل بهذا الدعم هذا، وفي نفس الوقت كاين مركبات اللي ما كتحركش وكتستافد، يعني كيف كتعالجوا هذا الفرق هذا؟ وهي ماشي قضيه ما كتحركش، غير الظرفيه مثلا ديال هاد 3 شهور ولكن كتاخذ الدعم، هي كتاخذ حيت ما كاين هنا كنرجعوا للقرارات الانفراديه اللي كياخذوها اصحاب القرارات، يعني مادام ما بركتوش مع المهنيين وما عرفتوش اشنو هما المتطلبات يعني الحقيقيه اللي خاصها تدار، هنا ولات دابا حتى بعض الناس كيخرجوا كيقول لك هذاك السيد راه خدا الدعم ولكن ما خدمش كاميو ديالو، غنقول انا بطريقه زعما منطقيه نقول لك ودي هذاك الكاميو ما كانش خدمه ديالو هذا الشهر، ولا مثلا سالات لي كونطرا ديالو مع ذاك الزبون، ولا مثلا في حاله اصلاح، ولا واش فهمتي، يعني كاين بزاف ديال الامور. حنا دابا كما كيقولوا طحنا في واحد الموقف اللي يعني ما زوينش بالنسبه للمهنيين، الموقف هو ان كثر القيل والقال على الدعم وما كثرش القيل والقال على هاد الارتفاعات المهوله ديال هذا هو السؤال ديال ايضا، واش ممكن نتكلموا على انه هذا الدعم هو فقط حل ترقيعي، المفروض ان هذا الحل هذا ما يبقاش ونعالجوا الاصل ديال المشكل هو الارتفاع. هو حل ترقيعي من نهار، لان النهار اللي كان تخذ القرار ديال الاضراب راه الدوله نهضت بواحد يعني الحكومه نهضت بواحد الطريقه استعجاليه وخذت هذا القرار، علاش خداتو بهذيك الطريقة استعجالية ما عرفناش علاش، واش كان خوف من الاحتقان الاجتماعي، واش كان خوف ان جميع يعني مكونات المجتمع المغربي تنوض تدوي على هذا المشكل ديال الغازوال، داكشي علاش خداو هذاك القرار بواحد الطريقة يعني سريعة. حنا اجتماع مع السيد وزير المنتدب بالميزانية ووزير النقل، جا داكشي فيت في الاجتماع الاول صافي غير هنيونا راه غادي يجي الدعم ديال سميتو ومشينا بحالنا، من بعد عشيه وضحاها ولات واحد البوابه كيدخلوا لها جميع الناقلين كيتقيدوا كياخذوا ديك القيمه ديال الدعم. هنا كيبقى السؤال لو تخاد يعني واحد الموقف وتكون الحكومه يعني عندها الشجاعه الكامله انها تبرك مع المهنيين بواحد الطريقه منطقيه ويتناقش هذا المشكل ديال المحروقات،
ما غنبقاوش غادي هاد المشكل ديال المحروقات وما ما مطروحش في كما قلت لك في السؤال الاول مطروح في جدول الاعمال ديال الحوار الاجتماعي. وحنا بالنسبه لنا حنا الحوار القطاعي مع وزاره النقل ما كندويوش على المشكل ديال الغازول لان كيقول لك حنا بعاد كل بعد. الا كاين شي مسائل اللي هي تقنيه ديروا التابعه للمشاكل يعني اللي وزاره التجهيز والنقل وزاره النقل واللوجيستيك حنا موجودين. اما بخصوص يعني كاستيون ديال الدعم ولا المازوط ولا هذا راه الوزاره المكلفه هي وزاره ديال القطاعي حوار القطاعي. هذا هو الاشكال لان ما كاينش حنا ما عندناش محاور يعني ديريكتومون مع شي واحد في الحكومه اللي غادي نناقشوا معاه هذا المشكل ديال المحروقات. المشكل ديال المحروقات غيبقى قائم الذات. حنا سواء كاين الدخول الاجتماعي سواء ما كاينش الدخول الاجتماعي، المشكل ديال الغازول ديال الدعم والمشاكل اللي كاينه حنا غادي نبقاو يعني نناضلوا فيها حتى نوصلوا يعني المكتسبات ديال جميع المغاربه. لان دابا المشكل مني ولا ان حنا قطاع اللي يعني مهيكل وقطاع اللي كيأدي واحد الخدمه جليله، لان اللي في قطاع النقل الطرقي للبضائع راه كيوصل الدقيق والزيت والسكر الى ابعد نقطه في الحدود المغربيه. يعني حنا ماشي الناس اللي كنستغلوا الظرفيه، لا بالعكس حنا ناس اللي كناديو واحد الخدمه وكان يعني والدور ديالكم كان بارز في المرحله ديال كورونا. يعني هذا ما الحكومه شوف اول مشكل بسيط غير ما واش التعنت، لان الحكومه السابقه حنا شفنا التعنت ديال بعض الوزراء الله يهديهم. ما كانش يعني حوارات لي منطقيه، ما كاينش تجاوب مع المكونات ديال المهنيين، ما كاينش بزاف ديال الامور. دار كاع واحد الاضراب في 2018 خرجنا به خاوي الوفاد، ما كاين لا دار بروتوكول ولكن حتى حاجه ما وصلنا ليها الى يومنا هذا. دونك ملي كتجي حكومه وما كتبغيش تبرك مع الناس اللي هما حنا راه حنا اصحاب القرار، يعني من غدا الا بغينا نلقاو المشكل ديال الغازوال نلقاو ليه الحل يجيو، لان كاين بزاف ديال الحلول، كاين امور اللي احسن من الدعم اللي عطاونا. قولك اجي سيدي نتوما كتعدي واحد الخدمه جليله، عندكم ديكلاراسيون ديالكم انويال ديال الغازوال شحال استهلكتو، اسيدي غادي ندير لك واحد الاعفاء ضريبي مثلا، ولا غادي حنا دابا ملي كيجيو كيديروا لنا كوبي كولي على القوانين ديال اوروبا ينقلوا لنا بند من البنود ديال الاعانات اللي كياخذوا مؤسسات النقليه ولا المقاولات النقليه في اوروبا، غير من السبليون وطلع حتى الدول السكندنافيه ياخذوا لنا مثلا من الامثله ويجيو يطبقوه لنا. غادي يكون ساهل، يا اما اعفاء ضريبي يا اما غازوال مهني يا اما كل هما يعطيو لنا افكار حنا نعطيهم حتى نلقاو. هذا هو الكسر الاخير ضمن هذه الحلقه. مشكور السي مولي بن عزوز، هو انه على خلفيه هادشي ديال الدعم وارتفاع اسعار ديال المحروقات كتطرح في واحد الوقت من الاوقات المحروقات اللي كتجي من موريتانيا. بعض المهنيين كياخذوا واحد الكميه كبيره وكيكمل بها الطريق، المهنيين اللي كاين في موريتانيا كيتشكاو من هذا الامر هذا. يعني انتم في النقابات كيفاش عالجتوا هذه الاشكال هذا؟ وحنا بلا ما نمشيو موريتانيا غير الاقاليم الجنوبيه الاخ مولي، حنا الاقاليم الجنوبيه يمنع من اخف النير الفوق انك تطلع المازوط بواحد الكميه اللي اكثر من الكميه اللي عندك. مثلا جوج ديال الخزانات ديال المازوط كتعمر هذوك جوج خزانات وكتجي تقدر دير بهم اربعه السفاريات مثلا في اكادير وفي طنجه وفي فاس وهذا حتى يتقاد هذاك المازوط كدير مازوط اخر. داك التهريب ما كاينش، لان طريقة باش كاين هذاك التهريب ماشي طريقة سلسة. يعني باش غادي تهرب مثلا المحروقات من الأقاليم الجنوبية لداخل المملكة في مشاكل كثيرة وكثيرة بزاف، لأن كاين رجال الدرك الملكي كاين الجمارك كاين الأمن الوطني مانعين داك الشيء منعين كليا. هذيك كتبقى بوحدها لأنها منذ واحد العهد قديم ان كاين هذيك لاتيك ما كتخلصش في ذوك الاقاليم. حنا ما كنبغيوش نبقاو نهبشوا على هذيك القضيه ديال لاتيك ونقولوا لا حتى حنا بغينا بحالنا بحال هذوك، لان ماشي من المعقول وماشي من روح المواطنه ديالنا اننا نحصدوا واحد اخر. لا حنا هذوك عطيتوهم الله يسهل عليهم، حتى حنا عطيونا ولكن غتعطيونا بواحد الطريقه اللي من غير هذيك، وغادي ديروا لنا مثلا واحد التحفيز لان راه
راي لو وقفنا حنا غيوقف الاقتصاد الوطني غير باش نقول لك لان حنا حلقه حنا الماده الرئيسيه عندكم هي المحروقات الماده الرئيسيه هي المحروقات الماده الرئيسيه هو التامين الماده الرئيسيه هما العجلات الماده الرئيسيه هو الميكانيكي الماده يعني حنا راه الا جينا نحسبوا شحال من واحد مخدمين معانا راه خصك تعاوني باش نعاون هذا حيت الا انا مثلا غادي لحافه الافلاس راه غناكلك انت مول التامين وغناكل مول البنكة وغناكل مول الكريدي وغناكل مول ليزينغ وغناكل فهمتي غنبقى غادي في واحد حنا هذا القطاع بغينا نقنوه هذا القطاع بغينا نعتقوه لان دابا الخلفيات ديال هذا الارتفاع المهول ديال المحروقات غنشوفوا العام الجاي ومني غادي دير الدوله ولا الحكومه غدير واحد الاحصائيات وتلقى مثلا واحد النسبه ديال 20 ولا 25% ديال المقاولات النقليه من مورا كورونا الارتفاع المهول ديال المحروقات دارت الافلاس تشوف هذوك الناس فين غادي يمشيو يعني راه غادي يمشيو يا اما الاجرام الحقيقي يا اما غادي يمشيو للهجره يا اما يمشيو لبزاف ديال الامور دونك على هاد الحكومة أنها تبرك مع المهنيين وتبرك مع النقابات اللي أكثر تمثيلية والهيئات المنظمة اللي يعني جادة لأن دابا حنا أصبحنا نعدو يعني على رؤوس الأصابع تجي تبرك معنا الحل عندنا وهما تا هما غادي يطرحوا لنا بعض الأمور واللي نقدروا زعما نتقبلوها تو سويت راه غنتقبلوها تو سويت إلا ما كانش هاد الشيء راه بين عشية وضحاها الأخ منير غير باش نقول هذه راه حقيقه بين عشيه وضحاها في اي وقت يقدر ديكلونشا اضراب اخر اضراب عام وطني بديك الصيغه ديالو ديال ديك الخطره ولكن ديك الخطره كان يعني كانت فيه شويه ديال المرونه وشويه هذه المره راه كلشي غادي يقول لك انا ماشي مضرب انا مفلس وغنشوفوا باش غادي ننقلوا هذوك المواد الاساسيه للمناطق النائيه سي مولاي عزوز انت الكاتب الوطني الكاتب العام الوطني لنقابه النقل الطرق التابع لكونفرنسيه مقاطعه الشغل كنت معنا في الحوار شكرا جزيلا لك الله يبارك شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام والى اللقاء